إن شاء الله. الموضوع الثاني راح نحكي عن العفو دكتور، بس الله يقطع. السبلين. السبلين ايضا قانون هو هذا السوليد اورجان اللي موجود انه هو ريليتد تو ذا تيل اوف ذا بنكرياس. تمام، يصلي يوم. الريبس مهمه، لازم نعرف انه هو على الناينث. الصوت هو النت شويه ضعف، صح؟ قبل شويه هسه تسمعوني بوضوح حاليا؟ هسه تمام دكتور. نعم مصطفى، الو. نعم دكتور معك. اوكي، تمام. هذا الانتومي، هذا السايت اوف ذا سبلين، المكان اللي تواجد بها، والريليشن ماله الى الريبس، ويعني هذا الوزن ماله رفلي 75 الى 250 جرام، وبينه نوتش حتى نميزه بالفحص من نجي نعمل اكزامينيشن للكدني والسبلين. السبلين بي نوتش اللي تميزه عن الكدني، واكو فروقات ايضا ككلينيكال في الفحص بين السبلين وبين الكدني. شنو وظيفة السبلين؟ باختصار يعني هو له علاقة بالاميون فانكشن اوف ذا سيستم اوف ذا بودي، يعني الاميونيتي اوف ذا بودي، اي جي ام برودكشن. اكو هاي السبستانسز اللي تدخل بالاميونيتي، الاوبسونينز، تافتسينز اند بروبردينز، يشتغل كفلتر. شلون الفلتر هذا اللي نصفي بينه الشاي او الفلتر مال السياره، يلقط اي ماكروفاجز، يعني اكو ماكروفاجز عفوا بالريتيكولم مال السبلين تلقط اي سيلولر او نون سيلولر ماتيريال، يعني اي شوائب موجوده بالدم من يمر الى السبلين راح تصفيها وتلقطها، سواء بلد او بلازما، بليتليت، ار بي سي، بكتيريا. بيتينج فد وظيفه اخرى اللي هي يشيل بارتيكولر يعني بارتيكلز فروم ذا ار بي سي اتسيلف، مثلا هاول جولي بوديز، هينز بوديز، هذه فد بارتيكلز اللي تكون موجوده ويذن ذا ار بي سي اتسيلف. السبلين له دور انه يصفيها وانه يشيلها. ريزرفوار فانكشن يعني مخزن، يعني ولو هو اقل من 8% اوف ذا بلاد او ار بي سي ماس، بس ايضا له دور مهم في الريزرفوار للبلاد. يدخل في الهيموبويسيس ديورينج فيتال لايف، يعني اذا تنسالون ان امبريولوجيكال لايف، السبلين هو الاساس في تكوين ار بي سي، بس مثل ما تعرفون بعد الليبر راح يكون البون مارو هو الاساس في الهيموبويسيس. ايضا له دور في التي اند بي سيلز اند ماكروفاجز في حالات الانتيجينيك ستيميليشن. فاذا هذه الوظائف المهمه اللي يقوم بها السبلين بالنسبه للبودي. اذا نريد نسوي انفستيجيشن للسبلين، يعني الاكس راي مو كلش تفيدنا، نرجع مره اخرى انه الكالسيفيكيشن ممكن نشوفه بالاكس راي، وهذا عاده يصير بالسبلينيك ارتري انيوريزم مثلا. ممكن نشوف اولد انفاركشن بالسبلين وكالسيفيكيشن، ممكن نشوف هايداتسيس، ذكرنا احنا بالهايداتسيس انه هو مينلي بالليفر وباللنج، بس ايضا ممكن يصير بالسبلين فنشوف كالسيفايد هايداتسيس. تيوبركلوسيس اوف ذا سبلين هم يجينا ككالسيفيكيشن، يعني هاي حالات ولو هي رير بس ممكن نشوف كالسيفايد سبلين. الاهم من الاكس راي هو الالترا ساوند. الالترا ساوند راح يحدد لي سايز مال الطحال مال السبلين، يحدد لي الكونسستنسي كاي مكان، راح اذا اكو سبيس اوكيوباينج ليجن، هذا المختصر سبيس اوكيوباينج ليجن، راح يقل لي الالترا ساوند انه ذيس از سيستيك اور سوليد. السي تي سكان ايضا يقوم بنفس الدور اللي يقوم به الالترا ساوند، ويبين لي الباثولوجي اللي موجوده بالسبلين. ايضا الام ار اي ممكن يلعب دور. اكو فد شيء يعني قد يعني تسمعوه بالباطنيه اللي هو الراديو ايزوتوب سكان او تكنيشيوم، هاي الماده اسمها 99، هذا نستعمله مثلا بحالات الهيموليتيك انيميا. المريض ده يصير عنده ديستركشن مال ار بي سي وما نعرف بالضبط السايت هل هو السبلين لو غيره، فنسوي له هذا السكان او راديو ايزوتوب سكان تو نو ذا اكزاكت سايت اوف ديستركشن. ماني كونديشنز كونجينيتال اوكر ان ذا سبلين، ممكن يكون ما موجود اجينيسيس ولو هي رير، ممكن يكون بوليسيبلينيا حقيقة، يعني بدال ما يصير فيوجن يعني يظل مثلا اثنين أو ثلاثة. المهمة بها اللي هي السبلينيكيولاي اللي هي سينجل أو مالتيبل أكسسوري سبلينز، يعني أكو سبلين كامل مثل ما تشوفون بهاي الصور، أكو سبلين كامل وبنفس الوقت أكو سمول أكسسوري سبلينز. الصورة واضحة مصطفى؟ تشوفوها تبين واضحة دكتور. أوكي، هذه نسميها اكسسوري سبلين او سبلينيكيولاي مصغر السبلين. عاده هذه يعني تحدث ب 10 الى 30% من البوبوليشن، يعني نسبه لا باس بها، ثلث الناس حوالي. عاده نشوفها بالهايلم، هذا نسميه الهايلم اوف ذا سبلين، هاي المكان يسموه الهايلم.
في 50% من الحالات، وممكن اكو هون السبلينيك فين وفيزلز، هذه تمشي من السبلين تمشي على البنكرياس. طبعا هذا الابيض هذا البنكرياس، هاي من قلنا التيل اوف بنكرياس يصل للسبلين، هون البنكرياس هذا، فهون اكو السبلينيك فيزلز تمشي على الابر سيرفيس اوف ذا بنكرياس، فايضا يعني 30% نشوفه بالسبلينيك فيزلز، وممكن يعني behind the tail of the pancreas بهالمكانات، وأيضا ممكن نشوفها بالميزوكولون لأن أكو كولون هوني، أو near the splenic ligament في مناطق أخرى. شنو أهميتها؟ ليش ركزنا عليها هاي السبلينيكولاي؟ أنه لأنه failure to identify and remove these splenicoli أو accessory spleens during the operation during M operation splenectomy may give rise to persistent or recurrent disease. يعني راح تشوفون بعد شوية من نجي على السبلينكتومي، احنا مريض مثلا عنده فد هيموليتيك انيميا، السبلين دي يكسر له الار بي سي، فاحنا نسوي سبلينكتومي حتى نصلح هاي الوضعية، حتى المريض لا يصير عنده هيموليسيز وانيميا. هذه السبلينكلاي الصغيرة شوفوا هاي عملية، بعد ما شلنا السبلين انتبهنا انه موجودة هاي، هاي اذا ما نشيله بعد سنة او سنتين او ثلاثة راح تكبر وتصير سبلين كامل، وترجع الباثولوجي نفسها، او حتى يعني بيرسيستنت حتى ما تتصلح. فthe surgeon should look for accessory spleen and remove it during what splenectomy. واضحة هاي النقطة؟ زين. A trauma of the spleen. أكو واحدة من الامسكيوات اللي دائما تتكرر أنه the most commonly injured solid organ in blunt abdominal trauma. يعني بحوادث السيارات، حوادث ال fall from height سقوط من علو، حوادث الماطور، حوادث هاي المشاجرات. أهم أو أكثر solid organ، ركزوا بsolid organ injured هو spleen، وبعده يجي الليفر، فهاي تخلوا بالكم. فsplenic injury should be suspected in any case of a blunt. A blunt أقصد بها غير نافذة، يعني بوكس، ضربة، حادث سيارة، سقوط، مشاجرة، مو penetrating. penetrating شنو نقصد بها؟ حوادث الستاب ووند، هذه السكاكين أو الميسايل انجري، الجروح بالمسدسات، طلقات، انفجارات الى اخره، هاي نسميها بلانت ابدومينال تروما. ان اني بلانت ابدومينال تروما فكر بالسبلين، وخاصه اذا كانت الانجري اكثر شيء بالليفت سايد، يعني مثلا واحد يسقط من حائط ويقع على الجهه اليسرى، دائما اخلي ببالي اول شيء انجر شنو؟ سبلين. وخاصه اذا كانوا فراكتشرز اوف ذا اوفرلاينج ريبس 9th 10th 11th، لانه هذا الرب فوق والرب عظم، من انكسر الرب ايش راح يسوي لنا؟ راح يسوي لنا انجري، يشق السبلين ويسوي بينه تروما وانجري. بنتريتنج ايضا نفس الشيء، مثلا ستاب ووند يعني بالسكاكين وغيرها، وايضا ميسايل انجري هاي يسموها اللي هي المقذوفات الناريه والى اخره. ياتروجينيك ممكن، يعني سبلينيك انجري از ا فريكوينت حقيقه، يعني كومن كومبليكيشن اوف اني سيرجيكال بروسيجر، خاصة بالليفت أبر كوادرنت. يعني أنا دا أشتغل بالبنكرياس، قبل شوية عن نحكي على البنكرياس، عاد أشتغل بالتيل مال البنكرياس وأسوي إنجري بالسبلين. أنا دا أشتغل مثلا بالستومك، I am removing the stomach مثلا كانسر، وأسوي إنجري بالسبلين. فإذا ياتروجينيك إنجري، المريض راح يجي كأي إنجري، راح يجي مثلا كهايبوفوليميا، هايبوتنشن، تكيكارديا، شوك، ممكن يجي delayed case نسميها، تخلوها ببالكم اللي هي delayed rupture، يعني بالبداية يكون stable المريض كذا، ثالث رابع يوم على غفلة بالبيت يشوك، يصير نسميه delayed rupture of the spleen. ال signs راح نشوف of internal hemorrhage، يعني المريض يجي عنده left upper quadrant pain، بالexamination راح نشوف guarding، راح نشوف tenderness. أكو فتشي اسمه Kier sign، سامعين بها؟ هاي Kier sign يعني نتيجة وجود free blood in the peritoneal cavity there will be irritation، وكونه بالleft side السبلين راح يصير irritation للphrenic nerve، فالمريض يشعر ببين in the left shoulder، وهي not so specific for splenic injury أو spleen، مثلا ممكن نشوفها أيضا بال gynecology مثلا ruptured hemorrhagic ovarian cyst ectopic pregnancy، أي blood free بالبطن يطخ الفرينك نيرف يسوي لنا بين بالشولدر، يسموها كيهر ساين. شيفتنج دلنس نتيجه وجود بلاد، فولنس ان ذا بيلفيس يعني كلها نتيجه وجود البلاد انسايد ذا بيريتونيال كافيتي. الدايجنوزيس يكون عن طريق الالترا ساوند، هون من يكون عندنا تروما اكو فد مصطلح لازم تعرفونه اللي هو الفاست، اللي هو الفوكست ابدومينال سونوغرافي فور تروما. Focused abdominal sonography for trauma. من يصير عندنا مريض مثلا عنده blunt trauma ندزه على الالترا ساوند
هون الرول مع الالترا ساوند بس حتى يشوف لي اكو فري فلويد ان ذا بريتونيال كافيتي لولا. الفلويد طبعا المقصود في هاي الحالات اللي هو البلد عاده بالسبلين والليفر انجري. سي تي سكان از ذا بيست ميثود تو دايجنوز سبلينيك تروما. شنو المانجمنت مال التروما مال السبلين؟ يعني عاده احنا نحاول كونزرفاتيف applied in blunted trauma in hemodynamically stable patients. إذا المريض كان ما عنده tachycardia, ما عنده hypotension, minimal or no abdominal findings, الأبدومن ماله بنجي نفحصه soft, ما عنده ضيق بالنفس, يعني المريض stable بين قوسين, فذاك الوقت ممكن نحاول نعالجه conservative, ننطينه IV fluid. ها, وبالCT scan تكون isolated injury, يعني ما عندنا مثلا suspicion مال injury أخرى, يعني مثلا vascular او small bowel او liver. اذا كان multiple injury لا, هذا ما يصير conservative, لازم اعالجه باوبريشن سيرجري. بس اذا كان isolated ممكن, اذا كان absence of hilar involvement. hilar يعني اقصد الهايلر ماستبلين, ليش؟ لان هو المكان مال الفيزلز مال الارتري والفين, يعني راح يصير bleeding قوي. او اذا كان ماكو massive disruption, يعني مثل هذا السبلين باي الصوره مثلا, هذا ملخ ما ممكن انه اعالجه كونزرفاتيف, لان هذا راح يظل بينه bleeding ووز, والمريض يظل شوك الى ان اشيل السبلين. شو وقت نسوي immediate laparotomy؟ اذا كان obvious evidence of continuous blood loss despite adequate resuscitation. تذكرون اكو هاي الاي بي سي مال الطوارئ, مرات هم يعني تنسالون بيها, وخاصه بصف سادس. مريض اخلي له اتشيك الايرواي, اتاكد من البريدنج ماله, اسوي له تو وايد بور كانيولا, اسوي له كروس ماتش, احضر له بلاد, ابدي اعوضه بلاد. اذا رغم كل هاي الاجراءات مالي ظل المريض هيمو داينامكلي انستابل, يعني شنو هيمو داينامكلي انستابل؟ يعني تاكيكارديا وهايبوتنشن, بدا يتجه باتجاه شوك, انطينه بطل دم وظل شوك, هذاك الوقت خلاص معناته اكو فد سيفير بليدنج او فاسكولار انجري. او اذا كان عندي suspicion of other organ injury خلاص لازم اسوي لابروتومي واتعامل مع الحاله سيرجيكلي. الرول تقول splenic preservation should be considered whenever possible. احاول دائما انه ما اشيل السبلين الا اذا اضطر, لعده اسباب من ضمنها انه شفنا انه له دور كبير في الاميون فانكشن, من ضمن الكومبليكيشنز الكثيره للسبلينكتومي. فاحيانا حتى من اسوي لابروتومي, كان عندي صوره هوني بس ما اعرف شو ما طلعت, اسوي نسميها سبلينورافي, يعني احاول اصلح واخيط الانجري اذا كان بيها مجال حتى لا اشيل السبلين. نقطه ايضا تخلوها ببالكم انه البيرسونز اللي عندهم سبلينوميجالي, ايش معنى سبلينوميجالي؟ انلارجمنت اوف ذا سبلين, وخاصه اللي تكون هيوج سبلينوميجالي مثلا الملاريا, مثلا ثلاسيميا, الحالات اللي راح نشوف اللي تسبب سبلينوميجالي, هذول مور لايبل فور سبلينيك رابتشر افتر تريفيال تروما. يعني جوز شقه طخه بسيطه على بطنه لان هو عنده بيج سبلين تسبب له سبلينيك انجري, فهذول يعني نتوجه فور ايرلي سبلينكتومي. الموضوع الاخر اللي ايضا يعني اختصرنا لكم اياه سبلينيك ابسس, الخراج اللي يصير داخل السبلين. هذا عادة يصير إما بإنفكتد سبلينيك إمبولس, يعني أكو إمبولس داخل السبلين ويصير بها إنفكشن فتتحول إلى أبسس, وممكن إن أسوشيشن وذ ميديكال أو يعني ديزيزز أخرى لايك تايفويد أم باراتايفويد فيفر, أوستيوماليتس التهاب بالعظام, أوتايتس ميديا, بيربرال سيبسز اللي تصير بعد الولادة, بنكرياتيك نكروسز اللي حكيناها قبل شوية. أي واحدة من هذولي قد تسبب لنا أبسس inside the سبلين أو in association with intra-abdominal infection, perforated appendix وصار infection بالسبلين وابسس, perforated ديو إلى آخره. هكذا راح نشوفه بالCT scan. شوفوا هذا CT scan, هذا الليفر طبعا وهذا السبلين, تشوفوها مثل يعني fluid filled cavity, هاي multiple abscesses in the spleen. شنو الكمبليكيشن اللي ممكن تصير بيها؟ كأي abscess ممكن يصير بيها rupture فتؤدي إلى left subdiaphragmatic أو subphrenic abscess, يصير تجمع تحت الديافرام, ممكن يصير peritonitis التهاب ينتشر في كل البريتونيال كافيتي. نشخصه بسونار التراساوند او سي تي سكان ونعالجه بتريتمنت اوف اندرلاين كوز مثل ما ذكرنا, اللي قد تكون نتيجه تايفويد, قد تكون نتيجه اوستيوماليتس الى اخره. وكاي ابسس نسوي لها بيركاتينيس درينج طبعا اندر التراساوند او سي تي سكان جايد, زائدا طبعا انتيبايتيك اكوردنج تو كلتشر اند سنسيتيفيتي. في حالات قليله نضطر نعمل سبلينكتومي إذا كانت بيج الأبسس بحيث السبلين كله صاير أبسس. مصطلحين سريعين, سبلينوميجالي شنو؟
enlargement of the spleen. Hypersplenism شنو؟ هذا related للfunction اللي هو clinical syndrome characterized by splenic enlargement يعني spleen يكون big يعني splenomegaly. Any combination of وأي واحدة من هذولي anemia, leukopenia or thrombocytopenia يعني نقص في ال RBC, ال white BC أو platelets with compensatory bone marrow hyperplasia يعني bone marrow دا يحاول يعوض هذا النقص اللي دا يصير and improvement after splenectomy. فإحنا حتى نقول هذا hypersplenism يعني الفانكشن مع السبلين يعني مبالغ بيها يعني السبلين دا يكسر RBC أو white BC أو platelets لازم عندنا splenomegaly لازم عندنا نقص بهذول واحدة من البلد سيلز ولازم عندنا compensatory bone marrow hyperplasia و improvement after splenectomy نعتبرها hypersplenism. نجي على الموضوع المهم بالمحاضرة واللي هو يعني واحدة من الأسئلة المتكررة بالكلينيكال والثيوري. What are the indications of splenectomy؟ طبعا شنو splenectomy؟ Splenectomy is removal of the spleen. هي واحدة من العمليات الكومن اللي الجراحين يعني يشتغلوها نقول يعني نوعا ما يعني هي مو مثل الابندسكتومي او الكوليسيستكتومي بس ايضا من الاوبريشنز الكومن. الانديكيشن ماله رقم واحد تروما وذكرناها قبل شويه التروما اللي هي سبلينك انجري سواء بلانت او بنتريتنج اكسيدنتال يعني كحادث او ياتروجيني يعني مثل ما ذكرنا بالعملية ورم كبير بالمعدة وده نشيله سوينا معك دكتور يمكن يتصل زين تروما اللي هي سبلينيك انجري وممكن ياتروجينيك اونكولوجيكال انديكيشن اوف سبلينكتومي اللي هي مثلا سي اي ستومك سي اي بنكرياس كونه قريبه واحنا دنشك انه هذا الورم الخبيث قد وصل الى السبلين فنسوي كجزء من يسموها ان بلوك ريسكشن يعني نشيل الستومك مع السبلين نشيل البنكرياس مع السبلين دايجنوستيك قد تكون او ثيرابيوتيك. الانديكيشن الاخر هو البورتال هايبرتنشن وهي محاضره يمكن دكتور محمد صالح ينطيكم اياها فاريسيال سيرجري مريض عنده دوالي المريء نتيجه بورتال هايبرتنشن ويصير عنده سبلينوميغالي واحدة من الأمور اللي لازم نسويها هي السبلينكتومي. إذا كان الهيماتولوجيكال إنديكيشن هذه أيضا كمان حقيقة إنديكيشن أوف سبلينكتومي هاي يسموها إيميون أو إيديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربورا يعني السبلين will cause destruction of the platelets فالمريض يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا نتيجة يعني unknown cause أو نتيجة auto destructive of the destruction of the platelets وين يصير destruction أكثر شيء بالسبلين فنشيل السبلين حتى لا يصير destruction. hemolytic anemias بأنواع اللي هي معرف بالباطنية هاي ماخذين المواضيع لو بعد يعني شرحوا لكم عن hemolytic anemias لو ما كنا بعد ما أخذتم راح تأخذوها بتفاصيله ولهذا أنا ما دخلت بتفاصيله اللي هي hereditary spherocytosis acquired autoimmune hemolytic anemia الثلاسيميا وهي كمان وخاصة عندنا احنا سيكل سيل انيميا هذول اي وحده من هاي اللي نسميها هيموليتيك انيمياز يعني انيميا نتيجه تكسر كريات الدم الحمر وحده من طرق العلاج مالهم السبلينكتومي لانه احنا نشيل المكان اللي دي يكسر هذه الار بي سي نتيجه خلل بها الار بي سي نفسها مثل الهيريديتري سفيروسايتوسيس نتيجه اوتو اميون انتيبوديز مثل هاي الاميون هيموليتيك انيميا أو نتيجة الثلاسيميا وجود خلل بالهيموغلوبين إلى آخره. بس نقطة يعني راح تأخذوها بعدين بالباطنية السيكل سيل أنيميا هذه المنجلية عادة ما نحتاج سبلينكتومي لأنه يوجوالي there will be نسميه أوتو سبلينكتومي هو السبلين شوي شوي بدي يصير بيشرنكج ويختفي أو يضمحل حالات قليلة جدا نحتاج سبلينكتومي. هايبر سبلينيزم اللي قلناها قبل شوية أيضا هو من الانديكيشن أوف سبلينكتومي. من الأسئلة المهمة واللي ما بس مهمة كامتحان مهمة جدا كامتحان ومهمة for you أيضا في your work إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاثة How to prepare a patient for splenectomy هذا المريض دزه دكتور جاسم دكتور محمد دكتور طه دكتور خلف دكتور فلان يريد يسوي له splenectomy أنت كمقيم لازم تحضر هذا المريض
اولا normalization of coagulation profile، يعني المريض اذا كان عنده bleeding tendency، عنده مشكله بالbleeding، انطيه blood، انطيه fresh frozen plasma، انطيه cryoprecipitate، هذا يعني ايضا مستحضر يحتوي على certain factors coagulation factors، او انطيه platelets تحديدا بس platelets حسب حاله المريض طبعا. يعني لازم اصلح، ما يصير هو المريض مثلا thrombocytopenia، يعني عنده نقص بالصفائح الدمويه، وانا جاي اسوي له عمليه واسوي له سبلينكتومي، راح يصير عندي بليدنج وما اطيق اسيطر عليه. فقبله لازم اصلح الكواجوليشن بروبلم او بروفايل، اسويه نورمال، يلا اشتغل المريض. Antibiotic prophylaxis very important, appropriate to the operative procedure should be given. لازم انطي antibiotic قبل السبلينكتومي، وراح نشوف ليش، وراح نشوف اكو شيء اسمه post splenectomy sepsis، خطر جدا، وخاصة في الشيء اللي نسميه immune compromised patient، إذا المريض هو أصلا عنده نقص في مناعة جسمه. شنو هي الحالات اللي هاي الكلمة تتكرر عليكم دائما؟ immune compromised patient، مثل إيش؟ مثل مرضى الدايابيتس، مثل مرضى اللي عندهم يستعملون يعني العفو الستيرويدز for long time، مثل مرضى الكانسر اللي يأخذون مثلا كيمو ثيرابي، اللي يأخذون راديو ثيرابي وإلى آخره، immune suppressive drugs، روماتويد ارثرايتس ويستعمل اميون سبريسيف، اي شيء يسبب نقص المناعه، مال نيوتريشن، مريض اكله ضعيف وعنده خلل، هايبوبروتينيميا، كل هاي نعتبره اميون كومبرومايز بيشنت، فهذا لازم ياخذ انتيبايوتيك بروفيلاكسيس. النقطه الاخيره بالبريبريشن مال السبلينكتومي هو الفاكسينيشن. اكو لقاحات معينه لازم انطيها قبل ما اسوي سبلينكتومي. النيموكوكس اللي يسوي التهاب ذات الرئه طبعا، انطي عاده لاي patient above 2 years، يعني بس بالchildren less than 2 years ما انطيه. هيمافيلوس انفلونزا تايب بي فور اول ايجز، منينجوكوكس سي فاكسين، يعني ان هاي ريسك ارياز، وهسه بده يصير ستاندر. ييرلي انفلونزا فاكسين، هذا طبعا يعني اقصد بيه بوست اوبراتيف، ييرلي انفلونزا فاكسين. هذه الفاكسينز الكمن، واكو غيرها طبعا اكوردنج، يعني مثلا في افريقيا ينطون فاكسين معين، في منطقة تكون بيها ديزيز معين ينطون فاكسين معين. هاي الفاكسينز، السؤال المهم أو كمسكيو أو ككلينيكال، should be given at least two weeks before elective surgery. يعني أنا مريض عنده فقر دم منجلي أو غيره أو كذا كذا، دزوا طبيب الباطنية للجراح يسوي له سبلينكتومي، نسميها elective، يعني حالة باردة مو طارئة مو بالطوارئ، فأقل شيء أسبوعين قبل العملية لازم أبدي بهاي الفاكسينيشنز. حتى ليش؟ حتى انطيها، تعرفون الفاكسين يحتاج وقت حتى يشتغل. او as soon as possible after recovery from surgery but before discharge، يعني على الاقل قبل ما يطلع من المستشفى. مرات اضطر، يعني نسي الجراح ينطيها، ما كانت متوفره، توفرت بعد العمليه، ممكن انطيها post operatively بس لازم مباشره قبل ما اخرج المريض من العمليه. وايضا راح تسالون ان تروما، احنا قلنا اول indication كان تتذكرون للسبلينكتومي كان التروما، فايضا بالتروما احنا ما عندنا وقت نحضر اسبوعين وكذا، فايضا ننطيها in the post operative period مباشره before discharge the patient from hospital. واضحه هاي النقطه شباب؟ يعني لازم ياخذ هاي الفاكسينز before discharge from hospital. هوني هاي صور، يعني هذا سبلينكتومي وهاي اشني، منو يعرف؟ اكو احد يشوف الصوره ويجاوب؟ اكسسري معليش جود. لا هاي هوني جول بلادر. بهذول حالات الهيموليتيك انيميز نشيل اللي يصير عندهم، هو يصير عندهم ديستركشن مال الار بي سي، فيصير عندهم انيميا، ونتيجه الديستركشن راح يزيد عندهم هذه البيجمنتس، فيصير عندهم جول ستونز عاده. فيوجوالي وين وي دو سبلينكتومي فور هيموليتيك انيميز، we remove the gallbladder also because it usually contains gallstones or in the future will develop gallstones. فعادة نشيل المرارة أيضا مع السبلين. وهذا هون إذا تشوفون الصورة، هذا السبلينكتومي وهاي الجولبلادر again مثل هاي كنشلناها، وهاي إيشني؟ اللي هسه قبل very good. هاي اكسلنت، هذه الاكسسوري سبلين. هاي لو ما شفناها بالعمليه وشلناها شهر ترجع الانيميا مثل ما كان، ما كنشلنا هذا. طبعا هذا سبلين اب نورمال، يعني فور يو السبلين الحجم الطبيعي ماله تقريبا قد ربع هذا او اقل، يعني هذا حجمه.
قلناها قبل شوية يعني 70 غرام ما بينه هالقد. هذا سبلينوميجالي وهذا سبلينوميجالي، هاي بالصورة ما كثير عيبين بس هو فيري بيج. وطبعا اكو حالات يصير بيها ماسيف عفوا سبلينوميجالي، خاصة بالملاريا بالثلاسيميا، يعني ممكن يصل الى فد وزن كلش كبير. فالمهم هذه لو ما كن شلناها خلال شهر ترجع الفيتشرز كلها وتروح، هاي كلها شلناها بلاش، فضروري جدا ننتبه للاكسسوري سبلين. وطبعا السبلينكتومي، هذا السبلين اجين، هذا سبلينوميجالي كبير، هذا الهايلم اذا عتشوفون الصوره شباب بنات، اذا هذا الهايلم نقصد به، وهون الفيزلز مال السبلين، وهون ريليتد للستومك تنشوفها جزء من الستومك تبين. هذه طبعا اما اوبن سبلينكتومي يعني نفتح لابروتومي ونشيل السبلين، خاصه اذا كان بيج كثير، او عاده احنا يعني باتجاه انا شخصيا اروح على لابروسكوبيك سبلينكتومي الا اذا كان فيري بيج بحيث ما ممكن بالناظور. واضح يعني الكومبليكيشنز مال سبلينكتومي ايضا مهمه، وايضا سؤال من الاسئله المهمه، شنو اللي يصير بعد السبلينكتومي؟ عندنا ايميديت كومبليكيشن، طبعا اكو جنرال تعرفون يمكن ذاك اليوم قلناكم انه من تجاوبون اي كومبليكيشن، اكو كومبليكيشن اوف انستيزيا وكومبليكيشن اوف سيرجري، والكومبليكيشن مال السيرجري اكو جنرال كومبليكيشن كل العمليات، واكو كومبليكيشن سبيسيفيك تو ذيس اوبريشن. شنو الايميديت سبيسيفيك كومبليكيشن للسبلينكتومي؟ هيموريج او بليدنج ريزلتنج فروم سليبت ليجيتشر، يعني هذول كلهم راح نسوي لهم ليجيتشر نعقدهم من نشيل السبلين. اي وحده من هذول اذا فلت السليبت يعني يفلت او يقع الليجيتشر العقده اللي عقدنا بيها ممكن يصير بليدنج انسايد ذا ابدومن، ممكن يصير هيماتيميسز فروم جاستريك ميكوزال دامج، يعني الاستومك قريبه جدا، هون اكو هاي فيزلز نسميها شورت جاستريك فيزلز من بين الاستومك وبين السبلين، اذا سوينا هنا شويه انجري للميكوزا مال الاستومك ممكن المريض يصير هيماتيميسز. ممكن يصير اكيوت جاستريك دايليتيشن اذا عقدنا شويه قريب من الاستومك وول بهالمكان، هذه المعده بوست اوب راح يصير بيها دايليتيشن، ولهذا اخاف تنسالهم بالعملي. عاده نخلي نيزوغاستريك تيوب ان جي تيوب للمريض اللي نسوي له سبلينكتومي فد يوم الى يومين، يعني 24 الى 48 اورز. ليش؟ تو افويد اكيوت جاستريك دايليتيشن اللي ممكن يصير. ممكن يصير ليفت بيزل اتيلكتسيس، يعني يصير كولابس بالليفت لانج، لانه ايضا نتيجه المانيبيوليشن والليجيشن بهالمكان ونطخ الدايفرام وكذا، فيصير اللانج ماي بي افكتد، وممكن يصير بلورال فيوجن ايضا ليفت سايد ايضا كمان بعد السبلينكتومي. هاي كلها يعني اميديت كومبليكيشن. ايضا من اللوكال كومبليكيشن اوف سبلينكتومي انه ممكن نسبب ياتروجينيك انجري تو ادجيسنت اورجانز. شنو اللي كان قريب من السبلين؟ البنكرياس كان اقرب شيء، الاستومك ايضا قريبه جدا، الكولون ايضا قريب، اي واحد من هذول ممكن احنا بدنا نشيل السبلين نطخه ونسوي له انجري. فالبنكرياس اذا طخينا ممكن شيء يصير، رجعنا للمحاضره الاولى، ممكن يصير بنكرياتايتس، ممكن يصير ابسس، ممكن يصير فيستولا. نفس الشيء الاستومك قد يصير، قلنا اكيوت جاستريك دايليتيشن، قد يصير مثلا فيستولا، وايضا بالكولون السبلينيك فليكشر اوف ذا كولون، هو اسمه سبلينيك فليكشر، يعني الجزء الايسر من القولون قريب جدا من السبلين ممكن نسوي به انجري للقولون، فهذه نسميها ياتروجينيك انجريز. نجي الى السيستميك كومبليكيشنز اللي هي اخر شيء. شنو السيستميك كومبليكيشنز اللي ممكن تصير بعد السبلينكتومي؟ ثرومبوسايتيميا او اللي هي نفسها ثرومبوسايتوسيس، يعني انكريز ان ذا نمبر اوف بليتليتس. هذا المريض يعني كان عنده مشكله بالسبلين دا يكسر البليتليتس، من شن المكان اللي كانت البليتليتس دا يصير بها ديستركشن، راح يصير عندي ترانزينت ثرومبوسايتوسيس. الاول فتره اول ايام بعد العمليه يصير فد رايز، يعني يصعد بشكل كبير عدد البليتليتس، فعاده هذه تمشي الامور سموث الا اذا وصلت يعني فد رقم كبير اشقد النورمال بليتليتس الطبيعي تقريبا 150 الى 400 الف، تمام؟ يعني 150 الف الى 400 الف بير كيوبيك مليمتر، مليمتر مكعب. إذا وصلت مثلا مليون يعني ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف، هوني لازم أنطي بروفيلاكتيك أنتي بليتليت. أهم أنتي بليتليت وأشهر منه عندي مثلا الأسبرين حتى أفويد ثرومبوسيس، لأنه من الزيد كثير البليتليت قد يصير عندي ثرومبوسيس، أكزيلري فين ثرومبوسيس، فينوس ثرومبوسيس، دي في تي، فلازم لازم أنطي أسبرين في حالات الثرومبوسايتوسيس. واحدة من الموست امبورتنت أند دينجرس كومبليكيشن أوف سبلينكتومي نسميها post splenectomy septicemia، واللي هي قد تنتج من streptococcus pneumonia
نيسيريا منينجيتيدس، هيمافيلس انفلونزا، اي كولاي الى اخره. هاي اهم الباثوجينز اللي ممكن تسبب لي سبتيسيميا بعد السبلينكتومي. ثيوريز ماله كثيره، بس يعني اغلبها ترجع الى الاميون فانكشن اللي ذكرناها قبل شويه مال السبلين بالبدايه قلنا اهميته. نقطه من النقاط المهمه بالام سي كيو او حتى بالامتحان انه الريسك اوف بوست سبلينكتومي سبسيس از مور ان young patient، ايش قد يكون طفل، ايش قد يكون اخطر السبلينكتومي. ولهذا انا بالاطفال عاده احاول اتجنب استئصال الطحال، احاول ادفع او اخر استئصال الطحال الى ان يكبر المريض. المرضى اللي هم already immune compromised مثلا كيمو راديوثيرابي ستيرويد الى اخره قبل شويه ذكرناها، شافوا انه السبلينكتومي اللي نسويه للهيموليتيك انيميز مور ريسك اوف بوست سبلينكتومي سبتيسيميا اكثر من التروما، وما يعرفون ليش السبب. يعني ابو التروما اللي ما يتحضر وما ننطي، ما نلحق ننطي فاكسين وما ننطي كذا، الريسك مال السبتيسيميا سبحان الله اقل، يعني هم من رحمه الله بالمريض انه يكون اقل من الهيموليتيك انيميز. اكو شيء الاخ مصطلح الاخ مخاف تنسالون بينه اللي هو اوبورتونستيك بوست سبلينكتومي انفكشن اوبسي، يعني انه مايكرو اورجانيزم اللي هي يوجوالي نورمال فلورا بالبادي تتحول الى اعداء للجسم، سواء فانجل انفكشن، فايرال، بكتيريال. هاي نشوفه ايضا مثلا بالايدز مثلا، نشوفه باي شيء يغير الاميونيتي مال الجسم، تتحول الفلورا العاديه الى مشكله بالنسبه للبادي وتصير لايف ثريتنينج كومبليكيشن، لايف ثريتنينج مثلا فانجل انفكشن الى اخره. وايضا ممكن ترجع الى السبسز، تسوي لنا سبسز ونفس النقطه اللي قبلها. شلون نتجنب او نعالج هاي الكومبليكيشنز؟ نعطي انتيبايوتيك بروفيلاكسز ما عدا اللي انطيناه بري اوبراتيف، نعطي بعد السبلينكتومي ا ديلي دوز اوف بنسلين، اريثرومايسين، اموكسيلين، كوموكسيكلاب الى اخره، خيارات عديده. اذا كان المريض طفل اقل من 5 سنوات نعطي له هاي الانتيبايوتيك الى ان يصل 10 سنوات. واذا كان يعني الطفل اللي سوينا له سبلينكتومي اكثر من 5 سنوات، يمكن ما موجودي بالسلايد ضيفوها انتم، ننطينه الى ان يصل 16 الى عمر 16. يعني هاي اغلب اللي اتفقوا عليه، خلينا نقول الجايد لاين يسموها. يعني اذا كان اقل من 5 سنوات ننطي انتيبايوتيك until he is او she is 10 years of age، واذا كان above 5 ننطي until 16. بالنسبه للاولدر تشيلدرن او للادلت حقيقه كونترافيرسي، بس ايضا شافوا انه الريسك اوف overwhelming sepsis او هاي البوست سبلينكتومي سبسيس او opportunistic الاوبسي اكثر شيء شافوا انه خلال اول 2 to 3 years بعد السبلينكتومي. فشافوا انه من المنطق ان ننطي بروفيلاكتيك انتيبايوتيك بالنسبه للادلت والاولدر تشيلدرن اللي اكثر من 16 على الاقل في 2 to 3 years. فاذا 2 to 3 years اي مريض اخاف من يعني اقربائكم تنسالون في ردها في امتحان لازم ننطي بروفيلاكتيك انتيبايوتيك for at least 2 to 3 years بعد السبلينكتومي to avoid هذه serious complications اللي هي post-splenectomy septicemia والopportunistic post-splenectomy infection. آخر سلايد سريع، يعني النيوبلازم هذه بس للاطلاع بالنسبة لكم، هيمنجيوما هو الموست كومن بالسبلين، أيضا لمفوما حقيقة كومن بالسبلين، ممكن نشوف non-parasitic cyst بالسبلين وممكن نشوف parasitic إيش نقصد بيه؟ نقصد الهايداتد يعني hydatid disease of the spleen، والسبلين عادة يعني rarely يكون metastatic، يعني ما يجي بيه metastasis من other organs، مو مثل الليفر. التيومر البرايمري مال السبلين نفسه very rare، ما قليل جدا نشوف، الهيمنجيوما أكثر، ونتعامل معها accordingly. أي سؤال على السبلين؟ يعني شوية سريع استعجلنا بس حاولنا نختصر الموضوع، تركزون